How great leaders زي طبعا inspire actions زي اللي بعملها طبعا 13 million views TED Talk video by Simon Sinek أو سايمون. سوري مستر سيمون أو سايمون. ما علينا. كيف تقدر تنجح؟ كيف تخلي كل اللي معك ينجحوا؟ وكيف تخلي الناس to buy your product أو your idea, your concept أو your service؟ يعني بتخيل المفروض تستحي وجهك، المفروض إنك أنت اللي تسوي هذا الفيديو مش أنا. تقول لي كيف تخلي الناس اللي معك تنجح؟ ما علينا، مش مهم انه يشتروا منتج physical product، ممكن يكون منتج، ممكن يكون فكرة، ممكن يكون خدمة، ممكن يكون انك تقنعهم بالشيء اللي انت قاعد بتحكي فيه او بيور بليف او بيور سبيتش. المهم انك انت توصل لقلوب يور اودينس. جاسر مصطفى وجاي توكس و 101 things I have learned أو I learned from TED Talks أو TED Talk videos. خلينا نبلش. بصراحة صاحب الفيديو الأصلي السيد سيمون حكى كثير 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 في الفيديو، إن شاء الله أني أنا ما أضطر لا أحكي لا قده ولا أكثر منه، مع أنه أشك. ملاحظة الثانية، الفيديو السورس اللي أخذ منه فكرة هذا الفيديو والأفكار المنمقة الموجودة فيه عمره 10 سنوات، which means أنه أنا ما بتخيل أنه كل شيء مذكور في ذاك الفيديو هو ينطبق وفالد على يومنا الحالي، لكن هنحاول نأخذ منه الزبدة والمفيد. الملاحظة الثالثة اللي بدي أحكي لك إياها، أنه أنا ما كنت ناوي أقسم الفيديو لأكثر من جزء، لكن اتضح لي أنه غصبا عني راح أقسمه لأكثر من جزء لأنه راح يطلع كثير طويل، وانت حتقرف حالك وحتقززني وتقول لي ما تطول الفيديوهات كثير، فأنا ما حعطيك هذه الفرصة. الشغلة الثالثة حتقول لي خش في الموضوع على طول، هيني بدي أخش فيه. المهم بقول لك كيف شركة أبل، والله على رأسي كيف أبل طلعت ناجحة ومتفوقة على كل الشركات الثانية المنافسة لها. هذا الحقيقة قبل 10 سنين، أنا ما بعرف يعني، أنا I think إنه في ناس تفوق عليها. المهم وبقول لك كيف مثلا أحسن شركة كمبيوتر أو أنجح شركة كمبيوتر متغلبة على منافسينها كلهم الموجودة في السوق ومتعدي عنهم في المبيعات في الريبيوتيشن وفي البراند نيم وعلى آخره. ومثلا بقول لك كيف أول واحد في العالم صنع طيارة أقنع الناس بهذا المنتج وليش هو اللي قدر يصنع هذا المنتج. وخطر لي مقطع من فيلم أنا مش متذكر شو هو، الشخص اللي اخترع التحاميل كيف قدر يقنع الناس إنهم يستخدموها وإنها أي شيء مفيد للحياة. إحنا مش قادرين نقنع الناس بالفحص الجديد تبع كورونا تبع الصين، ما علينا لا تنفعل. المهم بيقول لك مع إنه كل هدول المنافسين كان لهم نفس المقدرات مثلا، واللي أهمها هي الأكسس للمعلومات كلهم، يعني كلهم لهم نفس الأكسس للمعلومات، سبيشالي الناس اللي عم تتنافس اليوم كلهم عندهم نفس الأكسس لنفس المعلومات لنفس الأماونت أوف إنفورميشن، بس في بالآخر جهات معينة هي اللي راح تنجح، وهذا اللي راح نحكيه في هذا الفيديو الجزء الأول والفيديو الجاي اللي راح يكون الجزء الثاني، والاثنين مهمين كثير 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 كثير، فحاول إنك أنت تستفيد منهم. بيقول لك مستر سيمون إنه أهم سبب لنجاح هاي الفئة الأنجح بين الشركات أو في الماركت أو هدول الأشخاص إنهم تماماً بيفكروا بعكس الطريقة اللي بتفكر فيها كل الشركات المنافسة لهم، بيفكروا بعكس الطريقة اللي كل منافسينهم بيفكروا فيها، وبيركزوا على أبسط كونسبت من كونسبتس أو مفاهيم النجاح في الماركت واللي هي The Golden Circle. أنا جدا مبهور بماي برونانسيشن وأكسنت، مع أني مش عارف أنا صح ولا غلط بس أنا حاببها. ما علينا، شو هي فكرة هذه الجولدن سيركل؟ بقول لك في الحياة في عندك 3 دوائر جوا بعض، اللي جوا هي الواي، واللي براتها شوي هي الهاو، والخارجية تماما هي الوات. الواي هي why we do it، اللي براتها شوي هي how we do it،
الخارجية تماماً. Now what is the product أو the service أو the actual thing that we do provide. هلا بحكي لك هذا مستر سيمون إنه بالنسبة له إنه كل الناس اللي نجحوا أو اللي ما نجحوا كانوا يفكروا من برا يدخلوا لجوا. What is the product? How we do the product? وبالأغلب ما يوصلوا ل why we do the product أصلاً. وكل اللي نجحوا كانوا يفكروا تماماً بالعكس، كان يبلش من جوا why we do the product وhow we do the product، طلع لبرا عند what is the product يجي هيك بحتميته. أوكي فاهم عليك، الحكي هذا حكي فاضي كله، فخلينا نكمل. شوف بمعنى مختلف بحكي لك إنه اللي كانوا يفكروا أصلاً بطريقة ناجحة كان يبلش من why we do the product ويطلع ل how we do the product و what the product is، كان يجي بنتيجة حتمية to what is the one exact product that fits the needs و everybody is looking for. شو معنى هذا الحكي؟ كل شوي بتدخل لنا شوية English على الحكي عشان تبين لنا إنك تعرف تحكي إنجليزي، بعينكم الله تحملوني. الحكي معناته بيقول لك إنه الناس كانت تفكر إنه ليش أنا بعمل هذا البرودكت، بعدين كيف أعمل هذا البرودكت بأنسب طريقة ممكنة، فبالنتيجة الحتمية البرودكت راح يطلع لحاله وكل الناس بتكون بتدور على هذا المنتج فعليا. فالوصفة السحرية الماجيك اللي حيصير إنه start from your belief، بلش من جوا هيك الإشي اللي أنت بتصدق فيه فعليا وبتآمن فيه، لأنه هو المنارة والضوء والشمعة اللي حيقود مسيرة عطوفة معاليك، ويكون الباور والفيول من هذه الرحلة، واللي هو من وجهة صاحب أو من وجهة نظر صاحب الفيديو السيد سيمون الله يسهل على كل خواته يا رب، بيقول لك people do not actually buy what you sell or produce, they definitely buy the way why you did it أو they usually buy the belief that you are trying to spread. الناس ما بتشتري انت شو بتنتج او شو بتعمل او شو بتقدم، هم فعليا بيشتروا الطريقة اللي ليش انت عم تعمل هذا المنتج او ايش الاشي اللي انت بتآمن فيه اللي هو البليف اللي انت عم بتحاول تنشره عن هذا المنتج أو الخدمة أو الفكرة أو الكونسبت أو whatever الإشي اللي أنت قاعد تحاول تقنع الناس فيه. وهذا الذي يتفق تماماً مع الشيء اللي أنا بحكي دائماً في كثير فيديوهات، people do not buy products, they buy emotions, they don't buy services, they buy the needs, people definitely do not buy components, they buy the solutions. الناس ما بتشتري المنتج، الناس بتشتري المشاعر المرتبطة بهذا المنتج، والناس ما بتشتري الخدمات اللي انت بتقدمها، الناس تشتري حل الحاجة أو الحاجة اللي هي فعليا محتاجينها، والناس ما بتشتري الأجزاء اللي بتكون منتجاتك أو خدماتك، هي بتشتري حلول المشاكل اللي بتكون موجودة عندها. وهذه فعليا هي طريقة تفكير الشخص اللي بده ينجح واللي بده ينجح منتجه وفكرته ويقوم ببيعهما. ماشي واخد بالك يا عمر؟ نكمل. أما على النقيض وفي الجهة الأخرى البعيدة من طرف الكوكب الثاني اللي كل الناس عايشين فيها، بيقول لك إنه هاي الشركات اللي ما نجحت أو ما نجحت فعليا 100% وما كانت أنجح الشركات، هي اللي بتفكر بطريقة مغايرة تماما، إنه شو بدنا نعمل؟ بدنا نعمل إكس من المنتجات، ولأنهم 100% من الناس عارفة فعليا شو بتشتغل وشو بتنتج وشو بدها التصنيع أو شو الإليمنت اللي راح تصنعه بالآخر أو تبيعه. ويمكن جزء منهم يكون بفكر بـ how they do أو did it، يعني كيف عملوا هذا المنتج، ولكن لا يصلون إلى الدائرة المركزية اللي هي why we do it. ماشي. والمشكلة الأكبر مش بس أنهم ما بيفكروا بالواي، هم مرات فكروا بالواي لكن إجابة الواي عندهم بتكون بطريقة خاطئة. Why we do it? We do it for money. لا يا بيبي، It's not that you are doing that for money. مش أنك أنت بتعمل هذا الشيء علشان الفلوس. الفلوس هي مردود حتمي، حكيتها بكثير فيديوز، مردود حتمي لأي effort ونجاح وإنجاز أنت بتعمله. ف do not think about المصاري، المصاري راح تيجي لوحديها. إذا أنت قدرت فعليا
توصل هذا البليف للناس والأودينس والتارجتد أودينس اللي أنت راح يشتروا هذا البليف أو هذا المنتج الناتج فعليا عن الهاو أو الطريقة اللي نبعت تماما من البليف أو الإشي اللي أنت بتآمن فيه واللي أنت بتحاول تنشره عن هيدا البرودكت. ماشي. فجواب الواي لازم يكون فيه يعني تقريبا 3 components. الأولى شو هو هدفك اللي بحققه هذا المنتج أو العمل اللي أنت بتحاول تبيعه فعليا واللي أنت عن جد بتآمن فيه. Don't force yourself to believe in something. ما تجبر حالك أنك أنت تصدق وتآمن بإشي أنت فعليا لا تصدق ولا تؤمن به. والشغلة الثانية اللي الجواب لازم to include لازم يحتويها شو هو سببك الفعلي القوي اللي بيخليك أنت لازم تعمل هذه الشغلة. الشغلة الثالثة اللي موجودة في الجواب تبع الواي هالدائرة الصغيرة اللي موجودة في النص تبع الجولدن سيركلز هو your belief. وليش هو مهم وليش الناس فعليا راح تهتم انها هي تشتري. هذول الثلاث خليهم دائما في إجابة الواي. وخليني أضيف لك شغلة رابعة هي why is your organization exist يا بيبي. ليش شركتك أو جهة العمل تبعك موجودة؟ why should somebody care لوجود عطوفة معاليك أو البليف تبعك؟ لازم تجاوب هيدي الأسئلة لحتى تكون قادر أنك أنت تكون مقنع. وبالعادة من برا جوا from what to how to why هي الطريقة الأسهل والأسلس والأسلم للتفكير واللي ما فيها ممانعة هائلة في إنك أنت تمشي بهاي الرود ماب ليور برودكت. فالناس أغلبها فكر فيها what is the product, the product is X. شو بدي أنتج, بدي أنتج كذا. how to do the product, I will do it 1, 2, 3, 4. تيجي عند الواي تلاقيها صعبة تحلق لها أو أساساً ما بتتذكرها. فأغلب الناس بتفكر بهاي الطريقة لأنها أسهل وأسلس شيء وما بتطلعك من الكومفورت زون تبعك. بس فعلياً زي ما قلت لك مليون مرة في هذا الفيديو لحد هلأ إنه الناس اللي بدها تنجح أو اللي بتنجح أو اللي فعلياً ليدرز في المكان بيطلعوا من جوا لبرا. why, how and what. واللي هذول فعلياً بنسميهم الانسبايرينج ليدرز زي عطوفتي القادة المؤثرين والناجحين إن شاء الله يا رب نكون منهم. واللي فعليا فكروا من الأصعب إلى الأسهل لإيمانهم بأنه إذا بحل الأصعب هو أوتوماتيكلي الأسهل جاي لحاله بدون ما أنا أغلب حالي. بحل البليف والإنسبريشن والواي I'm doing the thing بعدين بطلع منه للهاو اللي بتنبع أساسا من الواي. أوتوماتيكلي الوات راح تطلع the sum of the total, the sum of the whole, as إنه the whole is more important than the total sum of the parts. ماشي. نرجع لسيد سيمون اللي كان في الفيديو السورس أعطانا مثال حي وواقعي ومباشر. قال لك لو أبل بتفكر زي الناس العاديين مش زي الانسبايرينج ليدرز يعني مش زي جاسر كانت رسالتهم التسويقية بالشكل التالي. احنا بنصنع كمبيوترات سفاحة ومصممة بطريقة جميلة جدا جدا وهي user friendly. تحب تشتري واحد من كمبيوتراتنا؟ وهون هم بلشوا في ال what is the product وشوي دخلوا في how they did the product بس ما حكوا لك اي شيء عن ال why او ال believe او ال inspiring factor تبعهم. بس فعليا ابل ما بتفكر هيك. ابل بتفكر بطريقة مغايرة واللي هي من جوا لبرا why to how and the what is نتيجة حتمية. ورسالتهم التسويقية علشان هيك مختلفة شوي. بكل شيء نحن بنعمله نحن بنآمن بتحدي الحالة الراهنة. نحن بنآمن بالتفكير بطريقة مختلفة. نحن فعل ذلك بصناعة المنتج رائع التصميم سهل الاستخدام ويوزر فريندلي. وبالنتيجة نحن نصنع أجهزة الكمبيوتر والحاسوب. ألا تحب اقتناء واحد منها؟ على ذمة الراوي يقول لك الرسالة الأولى ما شدتني، الرسالة الثانية خليني أحب إيش الشيء اللي هم فعليا بيعملوه. despite the fact إني أنا أصلا ما بحب منتجات أبل
بس literally ممكن الطريقة الثانية تكون شدتنا. هلا فعليا الطريقة الثانية اللي هي شدتك هم ما غيروا اشي فعليا بمضمون او بالكونتنت تبع الرسالة التسويقية، لكنهم غيروا اتجاه ترتيب تفكير المتلقي لهاي الرسالة التسويقية. بدل هم بلشوا من what to how ووقفوا عند الواي، هم بلشوا من الكور اوف ثينكينج الواي، طلعوا بعدين للهاو، بعدين بالاخر قالوا لك المنتج تبعنا بالنتيجة الحتمية هو الكمبيوتر او الحاسوب. ما بتحب تاخذ واحد من هالمنتجات اللي فعليا بحقق لك هذه البليف؟ ليترالي في ناس كثير بتآمن في ابل وبتشتري بس عشان هاي الجزئية، وهذا شيء تماما صحيح ما بقدر اني انا الغيه من الوجود، حتى لو اني انا ما بحب منتجات ابل. يمكن انا لسه ما استخدمتهم، ما بحبهم من بعيد لبعيد. الناس اللي في كونكشن بينهم وبين ابل بحبوهم بسبب هاي الجزئية، وليترالي في عندهم ولاء للمنتج بسبب هاي الجزئية. فشوف يا سيدي، بالملخص اللي بدي احكيه من هذا الجزء من هذا الفيديو، اللي هو دائما انا بحكي انه الناس فعليا ما بتشتري البرودكت او المنتج، هي فعليا تشتري عشان الايموشنز، وعشان توصل انت لهاي الايموشنز لازم تفكر بهاي الطريقة اللي ليترالي احنا لنا ساعة عم نحكي عنها. هي فقط الطريقة اللي عطوفتك بتفكر فيها وتعرض فيها أفكارك. literally الحكي اللي انت بتحكيه والطريقة اللي بتعرض فيها هاي الأفكار. ومن الآخر، نحنا لازم ما نبيع المنتج، يعني لازم نبيع description والكلام اللي نحنا بنحكيه عن هذا المنتج، واللي بالضرورة لازم هذا الكلام يكون مرتب وحلو ومنسق بطريقة تحبب الناس في المنتج تبعك. الألتيميت هيك أحسن، أيوة الألتيميت إكسبوجر تاخده من the way you express the product or the belief اللي أنت قاعد بتبيعه عشان الناس يحبوا هذا المنتج. حاول أنك تكون صادق، يعني أغلب المرات ما هتقدر، بس حاول أنك أنت تكون صادق علشان تزبط معك 100%. برأي عطوفته للسيد سيمون بيحكي لك الهدف مش أنك تبيع كل حدا ممكن يستخدم هذا المنتج، الهدف هو أنك أنت توصل للناس اللي literally they believe بنفس البليف اللي انت بتآمن فيه، واللي you are trying to spread للناس علشان يآمنوا في هذا المنتج او السيرفيس او الخدمة او الكونسبت او whatever الاشي اللي احنا بنحكي عنه. لهون راح اوصل لنهاية هذا الفيديو اللي ان شاء الله انه راح يساعدك توصل لنص الطريق اللي انت فعليا تفكر فيها علشان تنجح فكرتك او تجارتك او منتجك. في الفيديو الجاي راح احكي لك النص الثاني من الرود ماب اللي لو فعليا مشيت عليها يفترض انك انت تكون من الانسبايرنج ليدرز اللي هي الانسبايرنج اكشنز، وتنجح فكرتك وخدمتك ومنتجك، وتنجح وتنجح كل الناس اللي حواليك، كل الناس اللي حواليك يكون انسبايرد باي يو. مع السلامه.